كنا نسمع هذا أعتقد حفيدك، كيفاش تعيشوا هذا الوضع، هذا السجن، والآن هذا الإضراب، على ما أعتقد تم تحويل تارق وابن أخيك صهيب إلى البويرة من الحراش بسبب إضرابهما، فيما يبقى إسماعيل في الحراش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نشكر القناة المغاربية وكل الضيوف الحاضرين إن شاء الله، كل على هذه الوقفة تضامنية مع المضربين ومع المعتقلين، وهذه من شيم الرجال إن شاء الله، وبارك الله فيكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أب إسماعيل دباغي وطارق دباغي وعم صهيب دباغي. زرنا إسماعيل دباغي يوم الأربعاء سجن الحراش، وكنا نظن أنه مع طارق، لأن كنا نشوفهم في يوم واحد باش نشوفهم، يعني لأن الزيارة تخص اثنين وحنا ندخلوا أربعة، يعني يشوفوا الزوج وزوج. ولكن صدمنا بخبر نقل دباغي اسمه طارق دباغي إلى سجن البويرة. فعندما التقينا بإسماعيل وكان ثاني هو يعني في صدمة، ما كانش يظن أنه أخوه نقلوه، وتأثر وبكى يعني في هذاك الموقف. وكان حبس الإضراب يومين مقبل، ولكن عند سماعه بنقل أخيه يعني تأثر وقرر باش يواصل الإضراب، تضامن مع قضية أخيه. وإحنا يعني دوك شتونا، يعني كنا نشوفوا الدراري، يعني نشوفهم الأولاد نشوفهم في سجن واحد. دوك عدنا ولينا عدنا رحنا المحكمة، سقسينا نائب العام، قال لك ما ندري بهذا النقل، أنا ما نعرف الدولة هذه كيفاه، هل النائب العام اللي يحكم في السجن ولا السجن اللي يحكم في نائب العام؟ تروح النائب العام يقول لك أنا ما نعرفش ما ندريش التنقل هذا. مشينا غادا من ذاك الخميس، مشينا خرجنا للتسريح ومشينا لطارق إلى سجن البويرة، واستقبلنا يعني كان شارف باش لقيت بالنائب المدير تاع سجن البويرة ونشكره على موقفه يعني، وشجعني يعني قال لي يعني ماذا بينا الدراري يحبسوا الإضراب. قلت له أخي هذه قضية قضيتهم، أنا وانت رانا برا يعني رانا أحرار، ولكن هم راهم في قضية مظلومين فيها ظلم كبير، هذا 10 شهور بدون تحقيق بدون يعني برمجة، يبون لماذا لا وش داروا هاد الأطفال، وش داروا هاد الأولاد هذو، حنا ذنبهم الوحيد أنهم وطنيين يحبوا الوطن تاعهم، هذا ما هو ذنبي يا أخي. كاين ناس سرقت ونهبت وكل شيء، راهي الدور في البلاد قدامنا وتحكم، ماشي حتى الدور، راهي في الحكم. ولكن الحمد لله يعني كان عنده موقف وخلانا يعني شفنا الطفل، وطارق لقيناه يعني ضعيف ولقيناه يعني مهزول، وقالنا يعني واحد شجعنا قالنا يعني ان شاء الله لنا لباس، ولكن قالنا عنفونا في الحراش عند نقلنا الليله اللي كانوا باش ينقلوهم بهم، هبطوهم اللي كاشو تاع الكونداني امور وحطوهم لتحت وبيتوهم لتما، والصباح نقلوهم على 5:30 تاع الصباح بيرونفور كبير، يعني جابوا لهم قوات كبيره نقلتهم الى البويره. الحمد لله في البويره راهم يعني الحمد لله في سجن يعني لاباس، يعني معامله طيبه. وكان مدير السلاح تاعنا قال لي يا اخي في حقهم انهم يدوا الاضراب، احنا ماذا بينا يحبسوا علينا على جل صحتهم، ولكن هذا حق مضمون لهم يعني الحمد لله. قال يعني ان شاء الله بحول الله، وما دوك في زنزانات منفرده، الله اعلم على جل كوفيد برك، يعني ان شاء الله نكون في هذاك الباب. وغدا ان شاء الله يروح اخي ان شاء الله يشوف وليده ان شاء الله صهيب، وان شاء الله نكونوا نديروا ان شاء الله نديروا بيان مشترك يعني انا واخي فيما يخص هذه القضية هذه، لأنه هذا تعسف وهذا يعني حكم جائر على عائلة الدباغي، لأنه علاه إسماعيل ذنبه الوحيد أنه رفد في ما في حراك في مسيرة رفد التصويرة تاع أخوه ونادى بيطلق صراحي، يسجن وتلفق له تهم جنايات كأنه يعني حامل السلاح ودار منظمة إرهابية ولا لا يا أخي. انت هذا الرئيس تاعنا كان يقول باللي هذا حيالك مبارك، انت الان وقت تاخذوا على جل ذنبه الواحد انه رفض الصويره تاع اخوه ودير له جنايات، هو وليده وزاد ما راح محضر له، هذا ظلم عظيم هذا. وحنا نحوسوا الان على المطر تصب علينا
وردوا انتم المظالم الى اهلها، ردوا المظالم الى اهلها، يصب علينا المطر ويجينا الخير ويجينا كل شيء. احنا رانا عايشين في ظلم عظيم سبحان الله العظيم. انه الشعب هذا لازم يحس بهذا الناس، يحس بهذا الفئه هذه، لازم يتحرك سبحان الله العظيم. هذا ظلم، ناس راهي مظلومه طايش في السجون. كاين نساء سبحان الله العظيم في الجزائر يسجن المراه لاجل رايها او لكتابه في الفيسبوك. عيب كبير والله، عيب كبير. قريش ما دارتهاش، قريش ما دخلتش الناس النساء للسجن. احنا دوك ان شاء الله بلد الاسلام والمسلمين نقولوا باللي المراه ندخلوها للسجن، ومراه كبيره في عمرها 65 سنه عندها امراض مزمنه. لا يا اخي، رفعوا علينا هذا الظلم هذا وشوفوا مستقبل البلاد. رانا في حيص بيص في هذه البلاد هذه، رانا في يعني في في في, في مشكل كبير. راك تشوف الناحيه الاجتماعيه والناحيه السياسيه والناحيه كله. سبحان الله العظيم، ناخذوا قرار، اخذوا قرار شجاع وقولوا يلا نلايموا البلاد ونلايموا اولاد البلاد هذول، ناخذوا قرار شجاع ونجابوا هذه المشاكل هذه بشجاعه، شجاعه سياسيه وشجاعه كل قرار سياسي شجاع. حنا سبحان الله العظيم خلوا اولادنا يطايشوا في سجن واحد من واحد من هي، وخلي الناس اللي راح تداوها البرواقيه وداوها من الاخر الله يكون في العون ان شاء الله وخلاص. طيب. احنا انا نقول نتحمل المسؤوليه كل للعداله الجزائريه، لانه هاد الدراري هادو ما راحوش تلقاو الحبس وما حلوا لهم ودخلوهم. الدراري بعثهم قاضي تحقيق الى السجن. قاضي تحقيق هو المسؤول عليهم، والنائب العام هو المسؤول عليهم. ما ياخذش مدير السجن قرار ولا اي واحد من فوق قرار باش يحولهم. يا اخي هذا الاخر لازم يعلم المحامين ويعلم ذوي المعتقلين انهم راح يتنقلوا باش ينقلهم. طيب انت قلت بانه كنت تقول سي جمال بانه عنفوهم ضربوهم قبل ما يحولوهم من البويره. نعم عنفوهم، نعم جابوا لهم يعني الاخر لي غارديان كما نقولوا حراس السجن وكذا، وعنفوهم بعولاتهم. غادي ان شاء الله يبان كلش، غادي ان شاء الله. احنا ما نهضروش يعني الحاجه، ما احنا انا شفت وليدي راهو سالم الحمد لله. ممكن خبى عليا حوايج ما حبش يقول لي، لانه ما حبش يحيرني شاف الام تاعو من ذا. ولكن غادي ان شاء الله راح يروحوا المحامين ويروحوا الاخر يشوفوا الامر ان شاء الله وين راه واصل، وناخذوا لكل حادث حديث. احنا ما نسرعوش الامور ان شاء الله. بغد ولا غدوه ان شاء الله نصدروا بيان عائله الدباغي، لان ورانا ظلمنا بزاف هذه العائله هذه. لا هي آتي ثلاثه في السجن، واحد في مراقبه قضائيه، ناصر الدباغي مراقبه قضائيه. ليه؟ لماذا هاد الناس هذو؟ لانهم وطنيين وخرجوا باش يضربوا على الوطن؟ هذا هو الذنب تاعهم. طيب كيفاش احنا نشوفوا الان صور المنكر هذا؟ سي جمال انا نشوفوا الان صور هذو ابناء اسماعيل، هذو احفادك، قلت واحد منهم طفل ما شافوش باباه اسماعيل 10 نعم اشهر. نعم اسامه الصغير هذاك ما شافوش باباه، والطفل هذاك اللي هضر هذاك راهو مصدوم يعني، حتى انه دوك يعني كي يشوف تصويره تاع باباه يعني يبدا يبكي، يبدا الطفل الكبير هذاك اللي يتكلم هذا راهو عنده كبت في 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 الاخر من الظلم هذا سبحان الله العظيم. يريح يقول لي ابي واش دار؟ ابي علاه الدواء؟ لا المنكر هذا لا. شفتوا عائله كامله شفتوها هكذاك؟